مليون مبروك والف سلامه عليك، والنهارده الفريق كله بيكافئك بالبطوله. الحمد لله طبعا على البطوله. حابب اشكر اللعيبه بالجهاز الفني كله، لعيبه رجاله ادت اللي عليها يعني الحمد لله. الحمد لله طبعا يعني اللعيبه كلها ادت اللي عليها، وبشكر اللعيبه كلها وبشكر الجهاز الفني طبعا. فرحة النهارده اللعيبه كلها، انا عارف ان انت كنت متاثر، لكن انت دايما بتتكلم مع اللعيبه النهارده الفوز مهم، البطوله مهمه، مش الوصول للبطوله هو اللي سهل، لكن الحفاظ عليها للعام الثالث على التوالي هو ده المهم. طبعا طبعا احنا كنا نازلين يعني من اول الموسم الصراحه كنا نازلين عايزين ناخد البطوله، لان عاوزين نحافظ على البطوله. احنا خدناها سنتين، ما كناش عاوزين نضيع التعب اللي احنا تعبناه طول السنه. فالحمد لله يعني الدنيا كانت مش احسن حال في طول الموسم، بس الحمد لله قدرنا نرجع وركبنا اول الحمد لله. يعني رغم الاصابه انت هداف الفريق، وقول لي بقى النهارده الثلاث اهداف، ايه احلى هدف عجبك النهارده؟ والله هو جول بلال. جول بلال في مهاره كبيره. نزل يعني ربنا كرمه ونزل جاب جون على طول يعني الحمد لله. انا مش عايزك بقى تبكي، وبص بقى بص بص المهاجم الثاني كابتن، تعالى يا اسامه. بص يا كابتن اسامه، ادي المشهد وادي محمد هيثم، تعالى هيثم. كابتن اسامه حسني مستنيك هترجع بالسلامه، وان شاء الله ترجع تبقى واحد من هداف الفريق وهداف النادي الاهلي ان شاء الله في الفريق الاول باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا كابتن اسامه هرجع ان شاء الله واكسر الدنيا من تاني يعني ان شاء الله. كابتن اسامه كل الشكر لتحت، لكن انا مستمر معاك. واحد من اللعيبه اللي انضموا مؤخرا